السلام عليكم ومرحبا بكم في سلسلة أكلات الشتوية. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى إن شاء الله تعجبكم هذه السلسلة هذه وتكونوا كتستأنسوا بها وكتستفدوا منها ولو قليلا. اليوم إن شاء الله غادي نصوب واحد الأكلة خاصة بالفصل ديال البرد اللي هي الحمص، ولكن بلا كرعين بلا تقلية، يعني الحمص بوحدو. غادي نوريكم الطريقة ديال باش كنصوبو، وغادي نصوبو الخبز ديال يعني الخبز المقلى الثقيلة المطلوع أو المخمر من السم بالبسباس، يعني شي حاجه رائعه ولذيذه بزاف. بقاو معايا حتى الاخير ديال الفيديو تشوفوا الطريقه باش غادي نوجدوا هذه الغديوه ديالنا الشعبيه والخاصه بالفصل ديال البرد، ونتمنى يعجبكم الفيديو، فرجه ممتعه ان شاء الله. انا في الاول غادي ان شاء الله غادي نهز العجينه نعجن الخبز هو الاول، لانه غادي يعني غادي يشد لينا الوقت مع الجو بارد. انا واحد الكميه هنا بغيت نديرو غير بالفينو ومعلقه كبيره ديال البسباس اولا النفع البلدي، ويعني والزيت واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون والملح والخميره. صافي هادشي اللي كاين في هاد العجينه هذه، يعني الفينو بوحدو ما فيهش الفرص. غادي نعجنوه، يعني غادي خصو يكون شويه جاري مطلوق، يعني غير غادي نعجنوه بلا ما ندلكوه، وغادي نديرو في هذيك البواطه اللي دائما كتساعدنا وكدلك لينا العجين في بلاصتنا. نحاول بشويه هكا، يعني ضروري خصكم ديروا هكا يكون رطب، ماشي عجينه ما تكونش قاسحه. تعجب هذا الشكل كما شفتوا، راه غادي نخليوه في الاخير غادي يجينا بحال هذا الكناه، يعني غير نشبعوه الماء. يعني هذا الخبز كيدار حتى هكا نص فينو ونص سميده، كيجي حتى هكا رائع حتى بالسميده الرقيقه ديال الحلوه، يعني كيجي هكا حتى هو زوين كيجي مع هذا الشكل هذا. صافي غادي نجمعوه في هذا البواطه، غادي نخليه يخمر في مكان دافي دائما. يعني واحد الكميه ديال الحمص يعني في الزكته من البارح في الليل درتها في الماء حتى رطبت هكا مزيان. دابا غادي نطلق عليه الماء ونغسلوه، يعني نغسلوه مزيان من الغبار، واخا كنقيوه ونحيدو دوك العويدات وداكشي ضروري هاد الغبره غادي نغسلوها مزيان، يعني واخا راه كيبان نقي. انا غادي نصفيه في هاد الشبيكه هادي ونزيد عليه الماء حتى يتشلل مزيان مزيان. يعني الا كنتو كتبغيو الحمص مقشر كيعجبكم مقشر، يعني كتقشروا النص وكتخليوه النص، اولا كتخليوها بحال هكا. انا غادي نخليه هكا صحيح، يعني ما غاديش نقشرو، وغادي نغسلوه مزيان تحت الروبيني، نزيدو شي شويه ديال الماء باش يعني غادي نقولو راه يعني مغسول مزيان. الكوط ديالنا غادي نحط فيها الحمص بهذا الشكل اللي شفتو، وغادي نضيف عليها الماء بوحدو. يعني الماء دائما انا القطري ما كنديرش ليهم الماء الطيب، يعني كندير الماء بارد، يعني الماء كيسخن وهما باش ما يجيناوش باش يجيونا هكا كيطيبوا دغيا. من الاحسن ديرهم في الماء بارد، سواء الحمص اولا اللوبيا اولا اي حاجه درتوها كديروا الماء بارد. وهنا كنسد عليها ما كندير فيها لا ملح لا حتى حاجه، يعني غير الماء بوحدو. هنا واحد الكميه ديال مطيشه، عندي الطماطم الصغيره طوماط سوريز، غادي نديرها في الكاسرونه ونديرها يعني تغلى شي شويه هكا، لان ما يمكنش نبقى نقشر وحده بوحده وهي صغيره هكا. غادي نديرها في الكاسرونه، يعني هنا واحد الكميه ديال الثومه، يعني غادي نطحنوا هاد المطيشه هذه، يعني ما فيها باس نحطوا حتى الثومه بهذا الشكل هذا، ونحطوها تغلى غير واحد شويه باش ترطب لينا باش تلاق نطحنوها. هنا في الكوكوط درت الزيت ودرت الربيع، وهنا واحد جوج بصلات يعني درتهم في هذا الخلاط هذا، يعني كديروهم مشلضين رقاقين بزاف. يعني هذه راه ماشي الكوكوط عفوا، راه القميله، لان الكوكوط درت فيها الحمص كيطيب. وانا غادي نضيف التوابل، هما ديك العطريه اللي مخلطه فيها جميع الانواع ديال العطريه، يعني هذه اللي كنستعمل انا دائما، يعني كنعتمد عليها بزاف، لان نتوما شفتوا داك النهار فاش صوبت راه فيها جميع انواع العطريه. انا غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الكمون، انا الحمص كيتواتى بزاف مع المذاق ديال الكمون. وغادي نضيف الملحه، يعني الملحه كنديروا كميه معقوله اللي غادي تكفينا، لان الحمص القطري بصفه عامه كيديو الملحه، وما دايرين فيها لا قديد لا والو، يعني ضروري نديرو هكا كميه معقوله ديال الملحه. القياس اللي كيعجبكم ديال الملحه ولا القياس اللي كتستعملوا. غادي نضيف هنا شويه ديال الخرقوم، غادي نضيف شويه ديال التحميره، يعني كديروا اضافات العطريه، كديروا العطريه اللي مولفين كديروا القطري يعني عادي. وانا غادي نردوها فوق البوطه تقلى لينا هاد البصله مزيان حتى يعني تولي ما كتبانش، يعني ضروري بغيناها تقلى مزيان عاد غادي نردوها، يعني نردو فوق الحمص. هنا المطيشه ديالنا نتوما شفتوا راها غلات،
صافي غادي نحيدها من فوق البوطه، وغادي نطحنها بهذا الخلاط هذا اللي كيستحمل الحراره، غادي نطحنها هكا يعني في هذاك الماء ديالها ومع هذيك الثومه اللي شتو هنا يعني، نطحنها مزيان. راه صافي كتطحن يعني غير كتغلى شي شويه في الماء مطيشه. انتما شفتوا هذوك القشور ديالها راه كيجمعهم هذا الخلاط هذا، يعني هذه هي المزايا اللي كتعجبني فيه، يعني كيجمع ليا هذوك القشور بلا ما كنصفيها ما والو. وصافي ها هي مطيشه ديالنا واجده، وفيها هذيك الثومه اللي شتو انا غادي نضيفها ملي تقلى ديك البصله شي شويه، تقلى يعني تقلى مزيان حتى تتبان لينا ديك البصله مزيان، وغادي نضيف عليها هكا مطيشه. الا كديروا مطيشه ديال الحك انا تقريبا ما كنستعملهاش، ماشي بزاف يعني قليل فاش كنستعملها. الا كديروا يعني الطماطم المعلبه كتزيد واحد المعلقه كبيره حتى هي فهاد الاثناء هذه فاش غادي نضيفوا هنايا مطيشه. هنا البصله ديالنا راه تقلات مزيان، صافي هنا غادي نضيف عليها ديك مطيشه وغادي نخلطها مزيان يعني، وغادي نضيف الكميه ديال الماء الكافي. الحمص ديالنا راه كيصفر في الكوكوط يعني، راه غادي حتى هو غادي نطفي عليه. وهذاك الخليط ديال المطيشه والبصله نتوما شفتوا راه يعني صافي راه تقريبا تقلات مزيان، ولات يعني ولات طايبه مزيان. صافي غادي نزيدو عليها الحمص باش نزيدو عليها الماء، صافي ونخليوه يطيب على خاطرو. غادي نحيد هذا الحمص هذا لانه صافي راه يعني خدا الوقت الكافي في الطياب. نتوما شفتوا هذا البخار هذا كنعتذر لانه ضيع لي التصوير، الجو عندنا بارد بزاف يعني، والبخار ملي كيطلع كيبقى كيبان بواحد الصوره هكا كثيره، اي حاجه كتطبخ هكا بحال يعني بحال هكا بحال المرقه ولا بحال الحمص ولا الحريره ولا في هذا الوقت هكا اللي كتكون بارده بزاف كيبقى يبان هذا البخار بزاف بزاف يعني، شويه كيأثر شويه على التصوير. انتم شفتوا صافي لاصوص ديالنا ها هي طايبه مزيان، غادي نخبو فوق هذاك الحمص. يعني هاد الاجواء ديال البرد، الجو برد بزاف ويعني هاد البخار كيبقى يطلع بزاف هكا والماء بارد، يعني سبحان الله هاد المنطقه هادي الجو ديالها بارد بزاف، يعني الفصل الشتاء راه كيكون بارد بزاف بزاف، كما حتى الصيف عاوتاني كيكون سخون، ولكن الحمد لله حنا ولفناها وكتعجبنا بزاف يعني هاد الجو ديالها. صافي ولفناه، صافي كنخليو ديك الحمص ديالنا يطيب على خاطرو. انا العجينه ديالي ها هي خمرات، ماشي بحال المخمه، ماشي بحال البطبوط عفوا اللي يعني كنقرصوه ونخليوه هذا، لا غادي نقرصوه مجرد هكا غادي نقرصوه وغادي نطيبوه في البلاصه. يعني حنا كنقرصوا الخبزه اللي قرصناها كنديروها في المقله مباشره، ماشي بحال الطريقه اللي كنديروا البطبوط كنخليوه حتى كيخمر، يعني هذا كنقرصوه كنديروه ديريكت في المقله، والمقله كنديروها هكا تسخن كندهنوها بشويه ديال الزيت، يعني غير كندهنوها غير شويه وصافي، ماشي زعما كنطيبوها في الزيت، يعني كندهنوها شي شويه باش تعطينا اللون للخبز. واللي قرصناها هكا تكون قياس في الغلط، ما يكونش غليظ بزاف وما يكونش عاوتاني رقيق. انا غادي ندهنها بواحد القطيره ديال الزيت، يعني غير شويه، ولا دهنوها غير بالشتاء هكا ولا شي حاجه بحال المهم، غير تدهن المقله شي شويه. وغادي نرميو هاد الخبيزه ديالنا باش طيب. انتما شفتوا داك البسباس راه باين فيها مزيان، يعني كتنسمو باي اي حبوب كان عندكم وعجباتكم يعني كديروها، ولكن هاد البسباس كيجي فيها رائع. خلي هذاك الوجه الاخر يعني من الاحسن نقلبوها مباشره باش يجينا الطيب ديالها موحد. نحاول ما امكن نمسح هاد السميده هادي اولا هاد الفينو باش كرستو، وحتى المقله ملي كنحيدو الخبزه يعني راه كنمسحوها شويه. هنا هو الحمص ديالنا راه طايب، يعني باقي فيه شي شويه ديال المرق، غادي نحركو شي شويه وغادي نضيف عليها جوج فلفلات حارين وهاد الطريف ديال الحامض. هاد الحامض اللي هو ديما كنشاركو معاكم اللي كنكون مصايبه في الدار، وصافي كنخليوها حتى كتشرب شويه هذاك الماء ديالها، وهاد الفلفلات يطيبوا شويه وداك الحامض يطلق فيها المذاق ديال الحامض، وصافي غادي نطفيو عليها.
انا الخبز ديالنا اخر خبزه غادي، يعني انا ساليت الخبز يعني صافي، هذه الطنجره ديالنا طفيت عليها والخبز ها هو دا طايب، يعني صافي راه وجد الغداء ديالنا. انتما شفتوا راه صافي جات، يعني جات خاطر ما بقاتش كيما قبيله فيها المرق، يعني هذا صافي راه هذا هو القياس ديالها، وهي الغديوه ديالنا كما القاعده، يعني غديوه ديال فصل الشتاء، الحمص مع داك الخبز كيجي رائع. يعني حتى الخبز بعض المرات ماشي غير الفران، بعض المرات نطيبوه بهذا الشكل هذا. هنا غادي نضيف عليه شي شويه ديال الكمون من الفوق، لان الحمص كما قلت لكم كيتواتى مع المذاق ديال الكمون، والخبز ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا كيجي رائع. يعني حتى الخبز ديال الفينو هكا ملي ندير له الطريقه هذه كيجي رائع، وكيجي لذيذ، فيه داك المذاق ديال ديك زيت الزيتون وهاديك البسباس، يعني كيعطيه واحد المذاق رائع. هذه هي الغديوه ديالنا ديال فصل الشتاء من سلسله ديال الاكلات الشتويه، نتمنى تعجبكم. وكان هذا هو الفيديو ديالنا، يعني الحمص والخبز ديال المخمر اولا المطلوع، يعني كل واحد باش كيسميه. نتمنى يعجبكم، ما تنساوش ديروا جيم للفيديو واشتركوا في القناة الا ما كنتوش مشتركين، وكنقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.